صباح النور يا احلى متابعين في الدنيا. فتحت الشباك قلت صبح عليكم كده. النهارده روتين ظريف خفيف كده مع بعضينا، يعني بحضر شويه حاجات عشان ننزل الجاردن تحت دي، بس هروح نقعد الناحيه التانية. قلت فتحي الشبابيك وبعد كده اقوم اروق واحضر حاجتي، وبعد كده اخش على الصاله والمطبخ عشان هنتغدى تحت، عاملين غديوه يعني حاجه كده بسيطه، وانا هعمل السينابون وهظبط النهارده ان شاء الله الدنيا. بس الاول هروق زي ما انتم شايفين كده، السرير لسه ما ظبطتش اي حاجه، هروق وبعد كده اخش على الصاله ويومنا نستعين بالله. واهم حاجه افتحوا الشبابيك عشان الهواء بتاع الشقه يتجدد، الهواء جميل دلوقتي. يلا صباح الفل عليكم، ونصلي على النبي ونبدأ بقى ايه نشجع بعضنا ونظبط الحاجات اللي ورانا عشان ما يكونش ورانا اي حاجة. خلاص خلصت الحمد لله، طبقت البطين وسبت السرير يتعرض للشمس شوية، بعد كده هخش على الصالة اسيب الاوضه كده. قلت خلاص زي ما قلت لك هخش على الصاله، قلت لا الحيطه مش عاجباني فيها ناموس مقتول، فكان عندي بويه فقلت اجرب كده، ما اعرفش ان ده ما طلعش نفس اللون، وبهدلت الحيطه وعكيت الدنيا. لو ايه اسكت لا اكمل، هو مش نفس اللون بس اكمل، يا والشمس يعني عامل عك تمام. وبعد كده ما لقيتش اللون هو نفس اللون، اتضايقت جدا، رحت جايبه لون تاني عملت نفسي فيها بتاع المبيضات، وعمال رحت جبت اللون بيج ما طلعش هو نفس اللون، رحت جبت فوطه المطبخ وقلت والله انا ماسحه كل ده، عكيت طبعا الدنيا. في الاخر قلت خلاص نص نص. دخلت بقى عملت الطرقه لقيت نفس اللون الحمد لله، وعملت البيبان كان عليه شغبيط. انا كنت نفسي ادي وش نظافه كده، بس يعني هي الشقه متبيضه بقالها سنه، بس اكيد يعني توسخت معني ايدي فيها والله، بس للاسف الحيطان عشان فاتحه فبتبوظ بسرعه، فعملتها الحمد لله لقيت اللون اللي بره، انبسطت جدا. بس طبعا عملت كده حاجه بسيطه عشان ايه مبوظش الدنيا، مالكوش دعوه بالعك اللي بره والكركبه، ده لازم يعني ده لازم عشان امبارح ما عملتش حاجه، فلازم اصحى كده الصباحه جميله يعني. طبعا لما صحيت الصبحيه ما عملتش اي حاجه عشان بنوتي كان عندها مدرسه وحاجات كده، فعمل بقى ما فطرنا وعملنا، كانت الساعه داخله في 11 واحنا كنا لازم ننزل الساعه 3، فقلت خلص اللي ورايا بقى مع اني خلاص شطبت وعندي نشر غسيل وتطبيق غسيل وكركبه بقى، فقلت بقى خلاص انا كده خلصت اوضه النوم، نخش على الصاله نظبطها وننشر الغسيل ونطبق الغسيل ونعمل البلكونه قبل ما روزانه تيجي من المدرسه عشان ما يكونش ورايا اي حاجه، فانا هعمل كل الحاجات دي. بس مبسوطه ان انا جدا عملت الطرقه الحمد لله، كانت نظيفه، او اللي هو كان عليها بصمات يعني من الاطفال وإليمات والكلام ده، وانا بصراحه اكتر حاجه بكرهها الحيطه تبقى عليها شعبيط، بكره الحاجه دي. فايديا كانت فيها، بس الايديا لما كانت فيها الحيطه بتبوظ، يعني الحيطه بتبوظ من كتر الصابون والغسيل اللي فيها. فانا دلوقتي هغسل قال هطبق الغسيل دلوقتي الساعه 11 الا تلت، يا دوبك عبال ما اخلص اللي ورايا هخلص، وبعد كده نخش على المطبخ عشان نحضر الغديوه الجميله اللي احنا هننزل نتغدى تحت ان شاء الله، ونحضر السينابون ونخلص عشان الحق الساعه 3 سيجي اكون تحت. فانا هروق الصاله وانشر واطبق عشان نخلص بسم الله، ونصلي على النبي عشان ربنا يدينا القوه، ويلا بقى بينا نروق بقى. الحمد لله خلصت كده اللي ورايا بقى، لقيت زميلتي بعتت لي الرنجه فقلت اعملها بقى بسرعه كده، عشان هي كانت برضك رايحه تجيب اولادها من المدرسه، فانا بنوتي يعني الباص بيجيبها، فقلت اخلص بقى كده. غسلتها، وانا الرنجه بتاعتي هم مش بيحبوها على النار، انا بحبها على النار، فعملتها. حاولوا تعملوا في يومكم حاجه جديده ان شاء الله، وهتنزلوا تقعدوا تحت البيت لو مش قادرين تخرجوا او مفيش الامكانيه ان انتوا تخرجوا، اعملوا اي حاجه المهم ان انتوا تشحنوا بقى طاقتكم. طبعا البوتاجاز انا عملت الرنجه وما غسلتوش، قلت هغسله بعد ما اعمل الرنجه عشان طبعا الطشه اللي بتحصل على البوتاجاز وعلى الحيطه، فامبارح كنت هغسله قلت لا لما اخلص الرنجه عشان اغسله بقى بالمره، عشان هي مش ايديا بتبوظ بصراحه، فانا ما بحبش ان انا اعيد الحاجه كذا مره، فخلاص قلت هغسله بقى وبعد كده نعمل الفشار احسن ما يشتروا حاجه من بره، وللاسف اشتروا مهما نعمل ونعمل حاجات في البيت، وكنت عامله سينابون وفشار، وفي الاخر راح اشتروا بيبسي وشيبسي وحاجات كتيره. هعمل بقى الطحينه عشان احطها على الرنجه،
هي كانت جايبه لي الكيس وانا كان عندي الحمد لله العلبه، فقلت اعمل الطحينه دي الطبق بتاعي. هم بقى مش حابين في سلطه، حطيت لهم الكيس وعملت سنبون. السنبون اخد معايا وقت طويل في الخبز والعجن والحاجات دي، بس انا عملته على طريقه اي حبيب، مبهره مبهره بجد بجد، كل وصفاتها رائعه رائعه رائعه، طعمه لذيذ. ده طبعا حطيت لعيالي والاطفال اللي كانوا معانا بس كده، وخلصت الحمد لله كرم وفضل وربنا بقى. وبعد كده بقفل بقى العلب، وقلت بقى ايه لما اقفل العلب اعمل فشار. بصوا انا عايزه اقول لكم ان العيش ده بتاعي، بصوا استنوا قلت عشان ايه السكر عندي ما يعلاش، فقلت اعمل السكر اللي هو الخبز اللي هو بتاع بذور الكتان وجوز الهند، حلو جدا 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 ومشبع. بديل العيش البلدي يعني، ما اعرفش هو طلعش ليه في الفيديو، بس قشطه بحاول ان انا اظبط الطبق بتاعي. احط مش عارفه، كنتش عارفه ازاي احط الشوكه يعني، ما كنتش عارفه ازاي اللي هو ايه يا ستي خلصي خلصي حطي الشوكه. وفي الاخر حطيتها عادي كده واتكعبلت، وده العيش بتاعي اللي انا عاملاه. لو حابين اقول لكم الطريقه قولوا لي. ده عيش ببذور الكتان مطحونه ودي جوز الهند. خدت واحده محتاره احطها فين، محتاره بس كده. ده كان الوجبه الغدا بتاعتي، وحطيت ليمونه يعني. وهننزل بقى نتغدى تحت يعني، قلنا زهقانين من قعده البيت طبعا والعيال والروتين والمذاكره والكلام ده، فقلنا ننزل بقى نتغدى تحت تغيير. تعالى يا زين تعالى، لازم زين يخش معايا في الفيديو، تعالى يا زين. بس كده حضرت الحاجات الحمد لله وحطها فوق بعضها، و خلاص بقى اروح البس. في اليوم ده ولا اتاخرت عليهم، ما نزلتش 3، نزلت 3:30 بس. انا كنت بحضر حاجات ما كانوش بيحضروا حاجه، قلت بقى اعمل فشار بما اني اتاخرت، فعادي بقى مش مشكله، ده تحت البيت يعني مش حوار. فقلت اعمل فشار للاطفال وخلاص كده الحمد لله خلصت. مجهود على فكره برضو كنت نزلت تحت البيت برضو. مش عارفه ليه انا بحس مجهود يعني، محضر الحاجه واعمل حاجه، ولما ناكل في البيت احسن. بس قلنا بقى تغيير يعني، تغيير بدل قاعده البيت، اكيد قاعده البيت بتزهقي وبتملي، فيعني نشم هوا نظيف وننزل نضحك ضحكتين مع بعضين مع الصحاب، نسلي وقتنا بدل ما نقعد زهقانين مش لاقيين حاجه نعملها، نخرج طاقتنا كده، فاهميني؟ احسن من قاعده البيت بصراحه. انا ما بحبش قاعده البيت، بس ساعات بكونش عايزه اخرج منه، بس اوقات كتير بكون حابه انزل، عارفه لو احساس المتناقض ده. بس برضك لازم نسوي حاجه جديده في يومنا عشان ما نزهقش. نزلنا تحت طبعا، ده طبعا انا نسيت اصور لما نزلنا، نسيت خالص، اتلهيت بقى وفرشنا وقعدنا. فاحنا بقى مروحين قلت بقى نودع ونطلع. بس كده اللي هو ايه حاجات بسيطه، زنزونه الجميله وخلاص. اهو كنا بيلعبوا بالعجل بتاعهم احسن ما يعني ما يطلعوا طاقتهم علينا، يطلعوا طاقتهم تحت في اللعب. خلاص كده يومنا خلص، وقلنا بقى هنطلع خلاص كفايه. انا بحب الزرع جدا جدا، فقلت اقف اتفرج عليه لحد ما يخلصوا، وخلاص بقى خلاص طالعين. وسلام عليكم.